من أهم المقاييس اللي بتقاس بيها التصنيف الجامعات هو مدى أنها هذه الجامعة بتخدم البيئة. وحنتكلم دائما على التنمية المستدامة، بنتكلم على التغير المناخي، بنتكلم على أمور كثيرة جدا. ما يتم داخل هذه الجامعة سواء باستخدام الطاقة الشمسية أو باستخدام نظم الري الحديثة، أعتقد دوت بيقول أن هذه الجامعة بتهدف إلى تحقيق كل ما نحن نتكلم عليه، سواء أهداف التنمية المستدامة اللي كلنا بنتطلع إلى تحقيقها في دولنا، أو أنها بتخدم فعلا التصنيف بتاع الجامعة في مسألة الجامعات من ناحية البيئة اللي بتخدمها. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.